كان عليهم أن يسبقوا الزمن، أن يصلوا الليل بالنهار على مدار 4 سنوات ليحققوا أمال مصر التنموية. فانطلقوا على طريق 1000 ميل لا يحول بينهم وبين أهدافهم عائق أو مستحيل. هكذا واصلوا العمل بملء الأمل حتى اكتمل البناء بإنشاء محور تحيا مصر. ملحمة وطنية مدنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التقت فيها السواعد لبناء حاضر واعد ومستقبل تنموي صاعد يليق بشعب مصر. مشروع قومي عملاق يفتح المزيد من الأفاق الاقتصادية ويساهم في القضاء على حالات التكدس المروري بالعاصمة المصرية، ويربط شمال وشرق القاهرة بطريق الإسكندرية الصحراوي مرورا بنهر النيل. طريق عرضي حر يمثل الجزء الأهم من محور الزعفرانة مرسى مطروح، والذي يحقق آلية الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. صرح عملاق ما كان ليتجلى على هذا النحو دون جهود 4000 مهندس وعامل وفني من خيرة البنائين المدنيين تحت إشراف نخبة من الضباط المميزين بإدارة المهندسين العسكريين. صرح وطني استلزم بناؤه 1,000,000 متر مكعب من الخرسانة وما يزيد عن 290,000 طن من الحديد. إنشاءات معمارية تمثل 110% من إجمالي مسطحات كوبري 6 أكتوبر والذي تم تنفيذه في 17 عاما نفذها الرجال هنا في أقل من 4 أعوام. وتتوج المرحلة الثانية من محور تحيا مصر بإنشاء كوبري تحيا مصر الخرساني الملجم، والذي استحق أن يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بوصفه أعرض الكباري الملجمة حول العالم. يمتد جسم الكوبري الرئيسي بطول 5.6 كيلومتر، يضاف إليها 10 كيلومترات تشكل إجمالي أطوال 18 من المطالع والمنازل. تتألف المرحلة الثانية من محور تحيا مصر من منظومة الكباري التالية: كوبري تقاطع الدائري بطول 2 كيلومتر للجسم الرئيسي و 4.5 كيلومتر تشكل أطوال 8 مطالع ومنازل بعرض 58 متراً وخمس حارات مرورية لكل اتجاه. كوبري النيل الغربي بطول 370 متراً وعرض 48 متراً وخمس حارات مرورية لكل اتجاه مع فتحات ملاحية تتراوح أطوالها ما بين 70 إلى 120 متراً. كوبري جزيرة الوراق بطول 1.9 كيلومتر وعرض 48 متراً وخمس حارات مرورية لكل اتجاه. كباري منطقة شبرا بطول 2.1 كيلومتر يشكل الجسم الرئيسي للكباري و 5.1 كيلومتر هي إجمالي أطوال 10 مطالع ومنازل بعروض متغيرة تتراوح ما بين 11 إلى 30 متراً. ووسط كل هذا الجمال يضع الرجال نقطة الاكتمال فوق هذا الصرح المعماري، محققين الوعد الرئاسي ببناء شريان أمل يمثل منهاج عمل عبر محور تنموي جديد إلى كوبري النيل الشرقي درة التاج في محور تحيا مصر. يبلغ طول الكوبري 540 متراً وعرضه 67.3 متر، ويحتوي على أكبر فتحة ملاحية على نهر النيل بعرض 300 متر. كما يتميز بوجود 6 حارات مرورية لكل اتجاه. ويتكون كوبري النيل الشرقي من أبراج عملاقة بطول 92 متراً مع جسم معدني وبأوزان إجمالية تبلغ 12,000 طن. هكذا دارت عجلة البناء، واقتضى سير المشروع بناء نطاق مجاور بمساحة 50,000 متر مسطح لضبط مناسيب الباكيات المعدنية وضمان دقة أعمال التصنيع والتركيب. وهكذا
صنع العمال الأبطال عبارتين وأكثر من 10 عوامات بحمولات مختلفة، بما ساهم في خدمة المشروع والمشروعات المستقبلية وعمليات الإنقاذ بمجرى النيل. هذا فضلاً عن استخدام أكثر من 20 ونشاً بأنواع مختلفة وحمولات وصلت لنحو 600 طن وبارتفاع 100 متر. كما تم تحميل الكوبري بتجارب متعددة في حالات أحمال مختلفة وبأقصى أحمال ممكنة وطبقاً للمواصفات العالمية. ملحمة هندسية استلزم بناؤها نحو 160 كابلاً، وصلت أطوال الأسلاك المكونة للكابلات 1400 كيلومتر، وتكتمل اللمسة الجمالية لكوبري تحيا مصر الملجم لتجعل منه مزاراً سياحياً. يضاف إلى معالم القاهرة بابتكار أول ممشى سياحي زجاجي بالشرق الأوسط، وذلك على أجناب الكوبري المعلق أعلى نهر النيل الخالص.